يتحدث عن ظاهرة مكافحة العنف إنما يتحدث عن النهوض المجتمعي في واقع العنف، بمعنى أنه يحدد سلفا، عنوان المؤتمر يحدد سلفا أن المفتاح لمواجهة هذه الآفة التي تعصف وتفتك بمجتمعنا، المفتاح هو مجتمع سليم وصحي ومعافى. العنف وآفة العنف وانتشارها هو مرض، من الضروري أن نعالج المرض، لكن العقل السليم في الجسم السليم والدرهم وقاية خير من قنطار علاج، بمعنى نحن يجب أن لا ننتظر حتى يستفحل المرض من أجل أن نعالجه، إنما يجب أن نبني مجتمعا معافى لا تدب فيه مثل هذه الأمراض ومثل هذه الآفات. وأنا منذ سنوات قليلة كنت قد أعلنت شعارا آمل أن يجري اعتماده. هذا الشعار يقول نظف بيتك، ونظف بيتك لا تعني أن تقوم بعملية التنظيف العادية، إنما نظف بيتك من الآفات، من الآفات الاجتماعية. انتبه لأولادك، انتبه لأولادك، انتبه لأولادك، انتبه كذا. هل يعني لا أستطيع أن أفهم أن يقول أحدهم أنني لا أعرف ماذا يجري في بيتي، يعني يكون في بيته سلاح يجربه وما بعرفش، أو أن يقول إنه ابنه أو بنته يمارسون شكل من أشكال الانحراف المجتمعي ويقول أنا بعرفش أو بمونش. لا، هذه مسؤولية كل واحد منا. إذا كان بيتي نظيفا من هذه الآفة وبيتنا وبيتك، فكل المجتمع سيكون نظيف. واضح أن هناك مسؤولية على الشرطة، مسؤولية على أجهزة الأمن، وتحدث أخي الشيخ أبو بكر في هذا الموضوع. لكن أريد أن أعطي مثلا واحدا، نسبة جرائم القتل في مجتمعنا هي 3 أضعاف ما هو موجود في الضفة الغربية. الضفة الغربية هناك شعب فلسطيني ونحن شعب فلسطيني، نحن نفس العقائد الدينية، نحن نفس العادات الاجتماعية، نحن نفس كل شيء. لماذا عندنا 3 أضعاف ما يكون في الضفة؟ ونحن نعرف أن الشرطة الإسرائيلية أقوى من الشرطة الفلسطينية، والمخابرات الإسرائيلية أقوى من المخابرات الفلسطينية، لكن هنالك يوجد إرادة لمكافحة العنف. هنا يوجد مش فقط ما يوجد إرادة، إنما يوجد تشجيع للعنف ولنشر السلاح. لذلك طبعا نحن نحمل الشرطة المسؤولية، لكن أنا أعود إلى المربع الأول وهو دورنا في مجتمعنا. نحن قبل عدة أشهر أقمنا في لجنة المتابعة، وأخي البروفيسور محمد حجري موجود هون، هو من عناوين هذه المبادرة. أقمنا مجموعة من المختصين من مختلف المجالات من أجل وضع تشخيص شامل وكامل، وأيضا وضع برنامج كامل يعني نعتمده اجتماعيا من أجل مكافحة هذه الآفة. وأعتقد أننا في الطريق الصحيح، أو يعني خلال فترة ليس طويلة أمل أن ينتهي هذا المشروع ويقدم ويوضع بين أيدي قياداتنا السياسية وقياداتنا المجتمعية وقياداتنا الأهلية من رؤساء سلطات محلية، أعضاء كنيسة، مربين، رجال دين، آباء وأمهات. أمل أن يكون في ذلك عونا لنا جميعا من أجل مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة والمؤلمة. أخيرا، أنا أرفض أن يقال أن مجتمعنا فاسد. أنا أرفض أن يقال أن مجتمعنا مجتمع مجرمين. هذا كلام أقل ما يقال فيه أنه مجحف وغير صحيح. هناك فئة ضالة في مجتمعنا، أنا لا أعتقد أنها تتجاوز 3-5% من المجتمع، تعيش فسادا ولا يوجد من يردعها. أنا واثق من أبناء شعبنا 90-95% هم ناس صالحون، يريدون العيش بهدوء، يريدون العيش بكرامة، يريدون أن يبنوا بيوتهم ويبنوا مستقبل أولادهم. هذه هي السمة العامة والمميزة لمجتمعنا. لذلك لا يجب أن لا نفقد ثقتنا بأنفسنا وبمجتمعنا وبقدرتنا على التغيير. وأنا عندي ثقة أنه إذا عالجنا الظواهر بمفهوم الوقاية وبمفهوم العقاب والردع من خلال المؤسسة سنصل إلى بر الأمان. أشكر مرة أخرى الحركة الإسلامية على هذه المبادرة، وأتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق والتقدم، على ذلك أن يكون ماكن في بناء صرح مجتمع معافى خال من الأمراض وخال من الآفات. شكرا لكم والسلام عليكم.